السلام عليكم، كديرين بخير؟ شميشة شميشة ميشة. النجاح كلمة رنانة عندها المعنى، كل شيء كيعجبو النجاح. النجاح كما كتعرفوا عنده أوجه كثيرة، كاين اللي باغي عاد ينجح عاد بدا باغي ينجح في القراية ديالو، كاين اللي في شي علاقة باغي ينجح، كاين اللي تزوج باغي ينجح الزواج ديالو، كاين اللي داخل شي أفير شي همزة كيتمنى أنها تنجح يضرب شي صريف. يعني يمكن له يكون نجاح مادي عاطفي، نجاح في الدراسة، مختلف الأوجه، ولكن ديما الإحساس واحد الإحساس زوين كيعطيك فاش كتنجح. ولكن هذا النجاح راه عنده الطرق ديالو وعنده مبادئ ديالو لو بغينا نقولوا. فلهذا حنا غادي نحاولوا نقربوا من هذا النجاح ونعرفوا علاش هاد الناس كينجحوا، علاش هاد الناس كينجحوا وناس اخرين ما كينجحوش، فين كاين السر، فين خصنا نعرفوا فين كاين. خليكم معنا. خوتي السلام عليكم، كيدايرين بخير؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه. اليوم كما كتشوفوا بدلنا الطريقه ديال التصوير، هذه الطريقه نتمنى انها تكون مزيان. دابا راني كنصور وفي المونتاج عادي يبان الريزلتاج كاين، نتمنى ما يكونش كيتسمع الصداع ديال الطريق ولا على اي. اش غنقول لكم، غادي نحاول ما امكن كنبدا واحد البروغرام جديد. احنا في اوفيرا ميوزير، نهار على نهار غادي يبان لكم المعنى، غادي تشوفوا اش كاين. فالموضوع ديالنا اليوم دائما في نفس المسار، حنايا في المبادئ ديال النجاح، النجاح في الحياه عامه. كما قلنا النجاح عنده اوجه بزاف، ولكن اللي خصنا نعرفوا ان عنده المبادئ ديالو، وعلاش هاد الناس كينجحوا والناس ما كينجحوش، هنا فين كاين السر، وهنا فين كاين الدور ديال عجله الحياه، وهنا فين كاين الدور ديال المعادله اللي خصنا نفهم. المعادله اش كتقول؟ هاد المعادله خصكم تفهموها مزيان، وغنبقى نعاودها ديما غنبقى نعاودها، ماشي حيت التكرار، ماشي حيت ما كاين ما يتقال، ولكن حيت هي هادي الاساس، فما يمكنش تبعدوا عليها وما يمكنش تخرجوا عليها. المعادله كتقول انه كل شيء هنايا، هذاك المايند سيت غادي نفسروه. منين جابوا هاد الناس كيقولوا المايند سيت؟ العقل. كتعرفوا الكتاب ديال الاب الفقير الاب الغني، قلت لكم ان هذا من اهم الكتب، وما كاينش دابا شي يوتيوبر الناس كاع اللي كيهضروا على التنميه الذاتيه وكيهضروا على يعني النوليدج عامه، وانه تنمي راسك وتحسن وتقدم، ما يمكنش ما يهضروش على الاب الغني والاب الفقير، الناس ديال المشاريع والناس اللي باغيين يديروا الفلوس. لانه مبدا النجاح، انا النجاح كنعرف كيفاش دير لاباس، هذا النجاح اللي كنهضر عليه انا كيفاش دير لاباس، حيت الا جمعنا داك النجاحات كاملين فكيديوك الطريق وحده، هي انه توصل للحريه الماليه ديالك. انا هي المبتغى ديالي، ما كنقلبش على شي حاجه اخرى، كنقرب على الحريه الماليه، لان باش توصل ليها غتكون ديجا نجحتي كاع في المجالات الاخرين. هاد المجالات كامله اللي خليوك توصل للحريه الماليه ديالك، خليوك دير لاباس. يعني فاش قلنا انسان ناجح، انا راه كنقصد بالاساس ماشي غير ناجح في حاجه وحده، ناجح في كل شيء، وبالتالي بوكو حبه بوكو فلوس. علاش كاين ناس داروا لاباس وناس لا؟ علاش؟ خص السؤال. حنا بالنسبة لنا شنو كنقولوا؟ حنا الجواب اللي هو عادي، أي واحد بغيتي دير لاباس في المغرب، هذاك دار لاباس هذاك شفار، هذاك باين طاح على شي همزة، هذاك راه شي 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 كاميون الحشيش، هذاك راه شي شفار قمار، إوا هذاك ما ضربش فيها تمارة، ضرب شي ورثة، يعني يا الحرام يا ورثة يا شفار، ما يقولكش وهذاك راه ضرب فيها تمارة، هذاك راه بات فايق، هذاك راه خدم ليل ونهار. هنا كنجيو للوجه الثاني، باغي تنجح باغي دير لاباس، خصك تضاعف المجهود، كتخدم ساعة تخدم 10 السوايع، كتخدم 5 أيام تخدم 7 أيام، وما كرهناش داك السيمانة يكون فيها يوليو فيها 10 أيام، الشهر فيه 31 يوم، ما كرهناش تكون فيه 60 يوم، ونخدموها ليل ونهار، مضاعفة المجهود. هاد المبدأ أنا ما كنتفقش فيه، لا ما بقاتش، يمكن هذي كانت شحال هذي فاش كنا كنخدمو كنقولوها يعني. كانوا كيخدموا طرافاي لا شين وكتخلص بالساعه وداك الشيء بشحال هذه، انا درتي المجهود كتخدم، هي لا دابا درتي المجهود مضاعف، كتعيا لا فاتيك، كتدفع كتكونسومي الانرجي، كيف انت كتهلك راسك. يعني ما توصل ل 60 عام تقول باغي نرتاح، بقى لك ما ترتاح، تكون توتالمون امورتي، لامورتيسمون اللي في الكونتابيليتي، الطوموبيله كتامورتها على 5 سنين،
بنادم نورمالمون كيتامورتا على 60 عام باش ما يخرج التقاعد يرتاح، مي لا تامورتيتي ما بقات راحه، فين غادي ترتاح؟ كاينش الراحه. ولهذا هذا المبدا ما خدامش، لا خصك تعرف من اين تؤكل الكتف، خصك تخدم هذا. وهنا فين كنقول لكم انه المعادله اللي خدام عليها كلشي، انه كلشي كيبدا من هنا. غادي نجيو لواحد المساله بسيطه. في الاول طرحت واحد السؤال، كيفاش هاد الناس نجحوا؟ كيفاش هاد الناس داروا لاباس؟ كيفاش هاد الناس حقوا لك شي اللي بغاو؟ دونك ديجا خصني نوصل انني نطرح السؤال، هذا هو المشكل. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما ينزل عليه الوحي شنو كان كيدير؟ هادشي اللي قالوا لنا وهادشي اللي كنعرفوا، هادشي اللي كاين في الكتب، انه عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، كان كيطلع للجبل في قريش. فاش كان في قريش كيبدا يتساءل هاد الكون شكون اللي خلقه، شكون اللي هادي، شكون هادي، شكون الاسئله. دونك خصك اول حاجه تطرح السؤال. حنا المشكل هو انك ما كتسولش وما كطرحش السؤال، عندك واحد البروغرام غادي عليه دخلوا لك في دماغك كيف بديتي انت صغير، هو داك البروغرام عندك في دماغك تبقى غادي عليه. وهذا هو اكبر غلط كاين، انك ما كتسولش وما كتحاولش تخرج من داك المنظومه. اي واحد خرج على داك المنظومه كيخربق عليك، واش بغى يولي عالم، واش 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 واش. خصك تعلم تطرح السؤال، الفو بوزي لي كيستيون، ولكن الفو بوزي لي بون كيستيون، ما بقاش غير يسول سؤال، طرح السؤال وطرح السؤال جيد لي بون كيستيون. وهادشي كله ان شاء الله دابا كنعطيكم رؤوس الاقلام اللي خصنا نركزوا عليهم، هادشي يجي من بعد. قلت لكم هاد المعادله خصكم تفهموها وخصكم تامنوا بها، كما كنامنوا بالغيب، كنامنوا بالغيب وكنامنوا بالقدر خيره وشره قبل ما يجي، ماشي حتى كيجي عاد كنامنوا به. الله سبحانه وتعالى، حنا كنامنوا بالله سبحانه وتعالى، ومشي حتى كنشوفوه عاد كنامنوا به، حنا مآمنين به. ماشي هاد المعادله كنشبهها بالله حاشا مع الله، ولكن غير كنبغي نوصل لكم الفكره. خصك هاد ليدي هادي تآمن بها، طبقها، واخا انت مازال ما شفتيش النتائج، النتائج هادي تجي من بعد، من بعد ما تآمن بها وتطبقها، ما يجيوش وانت مازال ما كتطبقهاش. الفكره كتقول انه كلشي من الدماغ. ورجعوا للفيديو ديال تغيير التفكير، اخر فيديو درت. واحد الدقيقه لان راه سايقين وخصنا نحطيو هنا وهنا. فياريت انكم ترجعوا للفيديو السابق اللي هو كيهضر على العقل الواعي والعقل اللاواعي، باش تعرفوا الاسم ديال الفيديو، لانه يقدر الفيديو هذا الناس يشوفوه من بعد، يكونوا بزاف الفيديوهات فاتوا ما تعرفوش الفيديو بالضبط. الفيديو هو ديال العقل الواعي واللاواعي. غادي نحاول ما امكن ندير لكم لوليا الفوق، ولا ندير لوليا في صندوق الوصف. العقل الواعي واللاواعي، عقلوا على هاد جوج الكلمات، العقل الواعي واللاواعي، ونبقاو نهضروا عليه بزاف في بزاف ديال 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 لي فيديو، لانه هو الاساس ديال اي حاجه. قلنا العقل الواعي، العقل اللاواعي، السوبكونسيون، الكونسيون والسوبكونسيون، كيتحكم فيك بحال اللي فيه واحد البروغرام، وداك البروغرام على اساس ديالو كتبقى تصرف نتايا، يعني انكونسيامون بدون ما توعى كتبقى تصرف انت خلال داك البروغرام هذاك. فإلا قدرتي تفهم هذاك البروغرام وتفهم دماغك كيفاش خدام، وتفهم كيفاش تعاود البرمجه، نعاودوا لك نديروا لك الموديفيكاسيون، نعاودوا لك نفورماطيوك، نعاودوا لك برنامج من الاول. الا عرفتي دير هذه الطريقه هذه، فكن اكيد انك غادي توصل للنجاح. خذ تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا دائما في قناه غاليلو فلوغ. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الخوت ديالكم، لو ماكسيموم. بغينا كلشي يستافد، بغينا كلشي يشد طريق النجاح. خليكم معايا ان شاء الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله.